أحسن الله إليكم. السائل ألف عين مصري ومقيم بالمملكة يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الكتابة على الكمبيوتر الخاص بالشركة لأغراض شخصية؟ ما حكم استعمال مثل هذا؟ مأجورين. إذا كانت الشركة تسمح بهذا فلا بأس، أما إذا كانت الشركة لا تسمح فلا يجوز استخدام أدوات الناس لأغراضك الخاصة إلا بإذنهم. نعم.